ونختم جولتنا من أخيرة الانتباه، ومنها أن نقرأ للكاتب أحمد يوسف التاي من زاويته نبضة للوطن، والتي جاءت بعنوان السودان الألفة لمنظمة حماية المدنيين. بدأ زاويته: السودان يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحماية المدنيين أو للحماية المدنية. هذا العنوان الرئيس لخبر تنقلته وسائل الإعلام المحلية وفقا لتعميم صحفي صادر عن وزارة الخارجية، حيث جاء فيه: أعلنت وزارة الخارجية فوز السودان بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لحماية المدنية الأيسيدو، والتي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها. وقالت وزارة الخارجية السودانية في تعميم صحفي: جاء فوز السودان بعضوية المجلس التنفيذي خلال اجتماعات الدورة 25 للجمعية العامة للمنظمة، والتي انعقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 من نوفمبر 2022. ومضى الكاتب: بعد الاطلاع على الخبر أعلى بدأ لي أن معايير الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية أشبه بمعايير اختيار الألفة للفصل في مراحل الدراسة الأولية، وهي معايير في ظاهرها تنطوي على مفارقات عجيبة، حيث أن أكثر شخصية مزعجة ومهرجلة هي الأنسب لمنصب الألفة الذي يقوم بمنع الآخرين من الهرجلة، أما في جوهرها وباطنها تتدثر بحكمة وحنكة وتدبير، لأن هذه الشخصية المهرجلة ستترك الهرجلة عندما يقع على اعتقها منع الهرجلة. ومثل الحرامي في المجموعة المحدودة، إذا جعلته مسؤولا عن أمانة ما أمام أعين الناس وجعلته القائم عليها والمسؤول الأول عنها، سيترك التفكير في سرقة الأمانة وسيرتقي إلى هذه الثقة الغريبة والمفاجئة. هذه المنظمة التي فاز السودان بعضوية مكتبها التنفيذي معنية بالدرجة الأولى بحماية المدنيين منذ تأسيسها في العام 1931، والمفارقة هنا أن السودان فاز بعضوية المجلس التنفيذي وهو موقع أشبه بالرئاسة، بينما فشل السودان فشلا ذريعا في حماية المدنيين في كل أنحاء، في مناطق النزاع والكوارث والحروب الأهلية والمصادمات القبلية وفي الأسواق والطرقات وفي الأحياء وفي منازلهم، فكيف يفوز من فشل أصلا؟ صحيح أننا كسودانيين يثلج صدورنا مثل هذا الفوز بدافع الشعور بالانتماء للوطن وسمعته بين الأمم، ولكن عندما نسترجع شريط فشل الحكومة السودانية في حماية المدنيين يصبح طعم الفوز أمر مختلف. وختم زاويته: لكن لا بأس، فليكن اختيار السودان لهذا المنصب أو قل فوز السودان بهذا العضوية من باب تعزيز الثقة وتحميله مسؤولية حماية مواطنيه بشكل أفضل.